السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مباشرة من أمام المحكمة الابتدائية بسطات، في إطار التطورات الجديدة اللي كتعرفها اللي كيعرفها الملف ديال مافيا العقار الدولية، اللي تار واحد الجدل مؤخرا داخل الأوساط ديال السطات أو على المستوى الوطني أو على المستوى الخارج. الآن يعني الضحايا ديال المافيا ديال العقار الدولية كينظموا واحد الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية. بغينا نعرفوا التطورات ديال هذا الملف، وبغينا نعرفوا الجديد ديال هاد القضية. تفضل أخويا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. التطورات اللي كاينة في الأخيرة في هذا الملف هذا وهو أن هذه الجلسة تأجلت ل 26/10/2022. بالنسبة للتطورات اللي كاينة الأخيرة وهو أن الملف كنا درنا واحد الشكايات لرئاسة النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط. درنا هذه الشكايات وراه طلبوا منا باش نعطيوهم الشكايه اللي درنا جنايه ديال تكوين عصابه اجراميه دوليه والزور في محررات رسميه وعرفيه وتبييض اموال. رئاسه النيابه العامه مشكوره من هذا المنبر هذا اللي دخلت معنا تايا على الخط وحولت هاد الشكايات كلهم للوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بالدار البيضاء. اذا هذا تطور اللي جديد. بالنسبه لهذا الملف ديال عدد 102 على 2021، هذا الملف هذا دابا حنا ولينا دابا الروتين. تأجل بالنسبه للناس الاولين. هذا الملف هذا ما مشاش في المسار الصحيح ديالو. هذا الملف هذا كان ما مشاش في المسار الصحيح ديالو، ما كانش داك الشيء هو هذاك. لا بالنسبه ما كانش دابا حنا راه كاين وكيل جديد وكاين جوج قضاه ديال التحقيق اللي جداد. هاد الناس هادو اللي بعاد على هادشي اللي كنقول فيه انايا، هادشي اللي كنقول فيه. شنو اخويا احمد الجديد في هذا اليوم؟ يعني شنو هي التطورات؟ التطورات هو قلت لك انا تاجل هذا الملف هذا ل 26/10 وتاجل. دابا راه دابا ديما كيبقى يتاجل، دابا راه شحال هو كيتاجل. درنا واحد الملتمس، هذا الملتمس هذا راه باقي، دابا راه باقي ما جاوبونا عليه ما والو. هو 5/4/2016 على ذاك النوتير، اشنو واش 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 ذاك السيد اللي جا عند النوتير كان ولا ما كانش. بالنسبه للتطورات الاخيره اللي قلنا دابا وهو ان رئاسه النيابه العامه راه دابا درنا لها شكايات، وهذوك الشكايات كلهم الشكايات اللي درنا ليها راه مشاو عند الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بالدار البيضاء. دابا راه كاينه شكايه درناها بالنوتير واستمعت لنا الفرقه الوطنيه، هذا هو من الجديد، لان هذا النوتير هذا لقيناه ندير الزور في محرر اللي رسمي. استمعت لنا الفرقه الوطنيه وغتستمع كاع الناس اللي عندهم علاقه بهذا الشيء ان شاء الله. قلت لك الملف ما مشاش الاول في الطريق الصحيح، ما كانش المحامي، ما كانش النوتير، ما مدخلينوش. كان هاد المحامي والنوتير كانوا غير كشهود. كيفاش هاد الملف غيمشي؟ تيرا تكوين عصابه اجراميه دوليه والزور في محررات رسميه وعرفيه وتبييض الاموال، غير تكوين عصابه اجراميه بوحدها راه خص الملف هذا يمشي للاستئناف. هذا باش الزور في محررات رسميه وعرفيه هذا تا هو خصو يمشي للاستئناف. دابا حنا نديروا واحد الملتمس قاضي التحقيق من هذا المنبر هذا باش هذا الملف هذا كله خصو يمشي جنايات، باش ياخذ مسار صحيح ديالو. وحنا التطمينات اللي عندنا من رئاسه النيابه العامه وهاد الناس هادو اللي كنثيقوا فيهم، اللي كان حسن الاستقبال، هاد الناس هادو اللي كان حسن الاستقبال والملف طمأنونا عليه بانه غيمشي في المسار الصحيح دابا الان، وهو ملي مشى عند الوكيل العام ديال محكمه الاستئناف دابا بالدار البيضاء. بالنسبه للفرقه الوطنيه كما قلت لكم دابا راه كتبحث في الشكايه ديال النوتير ديال الظرف محرر رسمي، والفرقه الوطنيه راه بحثات معانا. ودابا ان شاء الله دابا كما قلت لك انا الميل فرا ما مشاش في طار حتى الناس المسؤولين الاولين راه ما داروش داك الشيء هو هذاك، مع كامل احتراماتي الناس النزهاء ديال القضاء، مع كامل احتراماتي الملف ما مشاش في الطريق الصحيح، وكنقولها وعندي ادله قاطعه بان الملف هذا ما مشاش في الطريق الصحيح وشكرا. شحال عدد الضحايا المفترضين في المافيا العقار الدوليه؟ ماشي دابا راه دابا راه غنقول لك واحد القضيه، راه ماشي راه المئات ديال الاسر، راه دابا راه حنا دابا ما بقيناش كنشوفوا هاد الناس، دابا ثابت عليهم هاد الشيء. هاد الناس هذا دابا راه كنت انا درت واحد الرساله توضيحيه للسيد المحافظ ولا المحافظ العام اللي في الرباط. هاد الناس هادو
راه ماشي، راه كاين داك جينيالوجيست. واش اش كنبقاو نبحثوا حنايا؟ كاين تقرير ديال الانابه الدوليه، علاش كنبقاو نبحثوا على شي حوايج اللي راه كلشي عند السيد قاضي التحقيق. دابا هاد السيد جينيالوجيست اللي كيدير لهم الشجره، هاد السيد وراه منعوم من مزاوله المهام ديالو. اذا كاع كلشي دوك الشجرات راه فالسو. هذاك السيد اللي دار لي اللي كيديروا لي الوكاله هو وداك انديس هو وهاد جينيالوجيست هذاك اللي كيدعيوا انه مورثه، ديري هذاك راه هو راه هو راه كاين في الانابه الدوليه الفرنسيه بانه ذو سوابق، وهنايا راه مبحوث عنه وطنيا، ودابا راه متابع في هذا الملف. وبالنسبه للتمنع من السفر وعدم اتصال بالشركاء ديالو هنايا الاخوين بما فيهم الاخوين، هاد الاخوين هادو دابا راه كاين شكايات دابا بزاف. كان ربما غادي يكون كاين ضحايا، كاين ضحايا، كاين ضحايا. راه دابا شوف شحال ديال العقارات الفرقه الوطنيه كتقول لهم عندهم 90 عقار تيتر، عاد باش العقارات اللي ماشي تيتر راه كاين ضحايا، كاين ضحايا. انا غنعطيك عقارات الفرقه الوطنيه عقل الممتلكات جميعا ديال هاد الاخوين هادي. بالنسبه تمشي للرئاسه النيابه العامه مشكورين من هذا المنبر هادو، الناس هادو اللي خدامين هادو لا في الاستقبال. انا كنقول لك ادارات اللي كنعتز بهم، لا الاداره العامه ديال الامن الوطني لا رئاسه النيابه العامه، مشينا داروا عقل الممتلكات. دابا راه حنا درنا واحد الملتمس، الناس الاخرين حتى هما خاص يتبحث معاهم في جرائم الاموال. درنا واحد الملتمس رئاسه النيابه العامه باش يتبحث مع الناس كلهم. قلت لك داروا العقل هاد جوج خوت داروا لهم عقد ديال الممتلكات. الفرقه الوطنيه كتقول لك عندهم 90 عقار اللي تيتر، ابار داكشي اللي ماشي تيتر، داكشي اللي ماشي تيتر راه ثاني كثير بزاف. هاد الناس هادو دمروا الاقتصاد ديال البلاد، هاد الناس دمروا الاقتصاد الوطني، دمروا السلم الاجتماعي، دمروا الناس. بزاف ديال الناس ضحايا، ماشي دابا دوك الناس كلهم. ربما انا اللي سمعت ربما غادي يتوجهوا بشكايات مباشره للسيد الوكيل العام ديال المحكمه الاستئناف بالدار البيضاء باش يضمهم للملف ديالنا حنايا. شنو المطالب ديالكم انتم كضحايا مفترضين باش كطالبوا الان؟ دابا الان اعتقال هاد الناس هادو ثابت في حقهم هاد الشيء. راه غادي نعاود نكرر وعاود نقول الفرقه الوطنيه اش كتقول؟ كتقول لك فان هذه الجرائم ثابته في حق سالف الذكر والتي ادرت عليهم مبالغ بالغه الاهميه، قاموا بدخاف الناس اقتصادي المشروع وبدون موجب حق، مما يفيدهم في انخراط جريمه غسل الاموال. هاد الناس هادو وهاد الجرائم اللي دايرين راه شنو؟ تكوين عصابه اجراميه دوليه بوحدها راه خاص الملف يمشي للجنايات. راه دوك الناس الاولين راه ما داروش خدمتهم. انا كنقولها وعندي دلائل، عندي كل شيء، وحنا ما بغيناش ندخلوا في هاد لي ديطاي، ما بغيناش نجبدوا شي حوايج اللي خطار وكتشوه السمعه ديال القضاء. مع كامل احتراماتي الناس نزهاء، كاينين قضاه اللي نزهاء، راه ملي كيكون عندهم ميلف ديالنا حنا كنطمئنوا. بالنسبه لهذا القاضي اللي عنده الميلف ديالنا دابا حنا جديد، هذا السيد هذا سولنا عليه لقينا بانه انسان نزيه، حنا مطمئنين. ولكن الحمد لله ان هذا الميلف هذا مشى للوكيل العام ديال محكمه الاستئناف ديال الدار البيضاء. هذه من الحوايج المزيانين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، الجديد اللي عندنا الأخ هو أن التجار وجدوا واحد الرسالة إن شاء الله غادي يوجهوها للديوان الملكي بالرباط. هذه الرسالة علاش؟ لأننا كنتيقوا في العدالة ديال صاحب الجلالة حفظه الله، وكذلك نطمع في تعليماته السامية والمطاعة والمباركة والكريمة من أجل فتح تحقيق في قضيتنا. هذه القضية ديالنا اللي من 2017، دابا الموسم السادس في هذه القضية. كنتمنى من الله عز وجل يكون هذا هو الموسم الأخير، وإن شاء الله تكون الحلقة الأخيرة في هذا العام في هذه القضية ديالنا. حنا بغينا إن شاء الله العدالة وتطبيق القانون، ورحنا وصلتنا تطمينات من مسؤولين كبار بأن الملف ديالنا مراقب وغيكون واحد التتبع، وأكدوا لنا بأن حقكم المشروع في إطار القانون ما غاديش يضيع لكم. هذا الشيء اللي كنتمناو. الضحايا كنطالبوا حنا دابا بالاعتقالات، لأن التزوير كاين في السطات ثابت. هادشي ماشي الهضره ديالي، ديال الفرقه الوطنيه. خمسه تيتات مزورين في نهار واحد، الفرقه الوطنيه هي اللي دايره هادشي. يقدروا يكذبوا الفرقه الوطنيه، ماشي هضرتي انا. خمسه تيتات مزورين في نهار واحد، السيد اللي مسنين في بلاصتو ما كاينش،
والمساله الاخرى الفرقه الوطنيه اش كتقول لك؟ واحد الكلام صاحبي الله يجعل البركه خطير، قال لك تم الاستيلاء على هذا العقار بموجب 11 وكاله. تم الاستيلاء، استيلاء، استيلاء، راه ماشي الشراء ولا البيع ولا امتلاء، والاستيلاء. الانابه الدوليه علاش الفرقه الوطنيه خرجت بهذه النتيجه؟ حيت دارت انابه دوليه لفرنسا، سولتهم على هاد الوكالات. وتعرفتي اش قالت لهم فرنسا؟ وقالت لهم ما عنديش في السجل ديال الساكنه، ما فهمتها تصدق. ما كاينينش في سجل الساكنه او ما عنديش سجل الساكنه. يعني الفرقه الوطنيه قالت لك تم الاستيلاء على هذا العقار بمجرد 11 وكاله، راه واخا تجيب حتى 11 وكاله. وشوفوا واش كاينه ولا ما كايناش. الفرقه الوطنيه راه قالت لك تم الاستيلاء على هذا العقار بموجب 11 وكاله. وفي الانابه الدوليه مع الخمسه التترات اللي مزورين في نهار واحد كاينه ديال عائله اخرى، جمعوا هذوك العائلات العائله اخرى وبغاو يشوفوا النسب بينه وبين العائله ديال التترات اللي عندنا. وقالت لهم فرنسا ما كايناش لا علاقه. والله يدير شي تاويل ديال الخير. غير واحد 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 الاضافه نزيد نقولها، راه عندنا تسجيل، عندنا تسجيل صوتي ديال ذاك ديال واحد النوتير اللي كان كيدير لهم العقود اللي هي فرنسا، اللي تبرأ من هاد الناس هادو وقال لك هادو راه ناس مجرمين، قال لك استولوا على عقلات كثيره. حنا الاضافه اللي بغيت نقول وهو هاد الناس هادو ما كاينش لي طراس ديال الفلوس ملي كيشريو العقارات، لا بالنسبه للفلوس كيفاش مشاو عطاو لهذوك الناس، كيفاش مشاو هاد الفلوس لبرا، كيفاش هاد الفلوس هادو دابا تعاملوا بهم هنا ملي كيشري عقار ما كاينش لي طراس ديال الفلوس، ما كاينش. بالنسبه للعقار ديالنا حنايا، بالنسبه للعقار راه كيقول لك هاد السيد باع على السيد 200 مليون، فين هما؟ فين حطيتوا الفلوس عند النوتير؟ حطيتوا الفلوس خلصتي بشيك؟ وما كاينش لي طراس ديال الفلوس. قال لي راه كنسالو، قال لي راه صاحبي وكنسالو داكشي. هذاك النوتير تبرأ من هاد الناس، عندنا تسجيل ديالو، افير وحده ضاربين، افير وحده، افير افير 20 مليار، افير راه قالها هو ناطق بها هذاك النوتير اللي جون ميشيل ماتي، وانا نقول السميه ديالو كاع ماشي مشكل. بالنسبه عندنا عندي تسجيل انا ديال وحده اللي كيقولوا هادو واحدى الوارثات. هاد السيده هادي اش كتقول لهم؟ كتقول لهم حنا راه ما عندنا حتى عقار، راه جات واحد وكاله، وكاله جات بحال شركه جات قالوا لنا راه عندكم واحد العقار، عندكم شي عقارات في المغرب، هاكو 80000 اورو، خذوا كل واحد هما 10 المليون الواحد، وقالوا لي مغتسنينا وسينا. وقال لك حنا هادشي اللي كاين، وراه جاو الجندارم ديال فرنسا وبحثوا معانا وداكشي، وعندي التسجيل، عندي عندنا التسجيلات، بحثنا على هاد الناس اللي في اوروبا لقيناهم من اكبر المجرمين. واش كيديو فلوس من هنايا ويديوهم فرنسا؟ كيفاش مشاو هاد الفلوس؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا، كيفاش مشاو هاد الفلوس؟ كيفاش هاد العقارات باعوا وشراو؟ كيفاش؟ ما فهمتش، ما فهمتش. هذا هو السؤال المطروح. السلام عليكم ورحمه الله. من هذا المنبر كنطالخ اول حاجه نريد الحسم، نريد صاحب الجلالة أن يحسم لنا الأمر في هذا الملف، وعذبونا هاد الناس ومحنونا، ونتمنى لهم الاعتقالات الاعتقالات الاعتقالات، لأن شردوا بزاف الناس، شردوهم وخلوهم في الشارع. لذلك نريد الحسم في هذا الملف، وحنا كنتيقوا في القضاء وكنتيقوا في صاحب الجلالة، هو ينصفنا وينصفونا ويعطونا حقنا. وبارك علينا، رحنا عينا عينا، تعبت انا بعدا، اولا تعبت ومرضت، انا دابا واقفه مريضه، قسما بالله الا واقفه مريضه. نريد الحسم في هذا الملف، والسلام عليكم.